كابتن وائل، يعني خليني اكلمك برضو ان انت لعيبه المنتخب الاولمبي دلوقتي اصبحت محط انظار كل الانديه في الدوري المصري في الميركاتو الصيفي. لعيبه كتير، مصطفى محمد، اسامه جلال، احمد حمدي، اكتر من لاعب. بتشوف ده ازاي وبتتكلم مع اللعيبه دي ولا لا؟ هي سنه الحياه، يعني سنه الحياه من اللعيبه اللي عندها 21 22 سنه. هي بتبقى يعني مطمع من الانديه الكبيره، خاصه لما تبقى لاعب دولي لاعب في المنتخب الاولمبي، دايما بتبقى محط انظار. اول ما بتبدا في منتخبات الشباب اولمبي، اول طبيعي جدا ان انت الناس تبدا تتفرج عليك وتشوفك بشكل مختلف، لان اللاعب الدولي يعني مختلف تماما عن اللاعب المحلي. فطبيعي جدا زي ما انت بتقول، اسامه جلال، مصطفى محمد، امام عاشور، في لعيبه كتير محط انظار، وفي لعيبه تعاقدت بالفعل مع انديه كبيره. ده حاجه طبيعيه وحاجه منطقيه، وده بيزود عليهم المسؤوليه، ان انا يعني اثبتت جداره مع المنتخب الاولمبي ومع فرقتي اللي ممكن تكون مش موجوده في 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 في, في موقع متميز في الدوري، مش فرقه كبيره يعني. وبعد كده عملت شغل كويس وبقيت دلوقتي موجود في فرقه من الفرق المقدمه، فبيبقى المفترض يبقى التركيز اعلى، والمفترض يبقى الاجتهاد يبقى اعلى.